مش الأولى هذه المرة طول كرم حول إجمالي معدل وكمية الأمطار الهاطلة على طول كرم سواء خلال المنخفض أو من بداية الشتاء. لو سمحت بإجمال بشكل عام كيف الوضع في طول كرم؟ الوضع الحمد لله كان المنخفض يعني ممتاز جدا. ما تبلغنا عن أضرار زراعية واضحة في المحافظة. أتوقع أنه الانخفاض الشديد في درجات الحرارة أثر ولو بشكل بسيط على نباتات الخضار وعلى البيوت البلاستيكية، بينما الأشجار البستن الشجرية لم تتأثر كثيرا، بل بالعكس تحتاج إلى ساعات برودة، وهذه منيح لها إن شاء الله أنه نبشر بموسم جيد في محافظة طول كرم. تعرف يا أخت أنه معدل سقوط الأمطار في محافظة طول كرم 603 ملليمتر، إحنا حوالي صار هاطل عنا 340 ملليمتر معدل، يعني في محافظة طول كرم هطل عنا 340 ملليمتر، يعني فوق 55%، وهذا إن شاء الله أنه ببشر بخير، ونتأمل أنه المنخفض الجاي أنه تتوزع الأمطار، يعني يسقط على أي الأماكن. نعم أستاذ مأمون، يعني أولا كيف يقيم الوضع، وضع الأمطار هذا العام في ذات الوقت مع قرينه من العام الماضي، وعلى أي المناطق كان تساقط الأمطار أكثر في محافظة طول كرم؟ احنا لمسنا هذا العام هذا الموسم انه هطلت الامطار في منطقة الكفريات اعلى نسبة. احنا عندنا اربع مواقع منقيس فيها الامطار: منطقة الكفريات، منطقة وادي شعير والشعراوية، ومنطقة طول كرم والضواحي. اعلى نسبة سجلت عندنا اللي هي بمنطقة الكفريات حوالي اكثر من 400 ملليمتر، بس معدل سقوط الامطار لحتى الان هي 340 ملليمتر. بس احنا نتأمل ان يكون في توزيع جيد لباقي اشهر هذا الفصل المبارك، يعني بشهر 2 و3 هطول الامطار مهم جدا لكافة المحاصيل الزراعية. اكيد احنا بنتمنى انه الفائدة ان شاء الله تحقق لكل المزروعات، وان شاء الله يكون موسم خير على كل الفلاحين والفلاحات ايضا في محافظة طول كرم وفي كل المناطق. شكرا جزيلا لك المهندس مأمون تايه، مدير دائرة الخدمات الارشادية في مديرية زراعة طول كرم.